أنا محمد الكسطاوي، أنا بارتنر في زي كي كابيتال. زي كي كابيتال هي بلوك تشين انفستمنت فيرم. احنا بالظبط أول صندوق استثماري أو فينشر كابيتال بيستخدم البحث العلمي في مجال الاستثمار في البلوك تشين. فاحنا مركزين على الشركات اللي لها علاقة بالبلوك تشين بس. طيب ليه تروح لزيكي كابيتال وما تروحش مثلا لاي في مليون الف فينشر كابيتال تانية موجوده؟ لان ده البلوك تشين بالذات هي اتس ا ديفرنت بول جيم. الانفستمنت اللي فيها بتحتاج حاجه تانية. الستارت ابس مثلا انتوا بتروحوا للفينشر كابيتال التيبيكال فينشر كابيتال عشان هم بيكون انتربرنور مثلا قدر عمل شركه ونجحت الشركه دي مثلا دخلت عملت اي بي او فبيدي الاكسبيرينس بتاعته بيديها لك او بيساعدك مثلا باستراتيجيك بارتنرشيبس عن طريق بقى علاقاته عن طريق علاقات بتاعه الليميتد بارتنرز كل الكلام ده. في مجال البلوك تشين الموضوع ده مختلف تماما، مش كده خالص. ليه؟ لان البيتكوين لو انتوا عارفين هي اتبنت على اساس ريسيرش بيبر وكان داخل فيها اكتر من كذا ريسيرش تاني. فمعظم اللي جاي دلوقتي او معظم الستارت ابس الكبيره يعني او معظم الشركات الكبيره في مجال البلوك تشين دي هتبقى مفاجاه شويه لناس كتير قوي، هي جايه من الاكاديميه. هو معروف ان معظم الاوقات بيبقى صعب قوي ان الناس الاكاديميين يعملوا مشاريع ودي بتبقى قليله شويه. فمعظم دلوقتي الستارت ابس اللي جايه هي جايه من ريسيرش باك جراوند. فاحنا بنقدر نساعد الستارت ابس دي في ريسيرش كولابوريشن وتكنيكال بير ريفيو تكنيكال كولابوريشن عن طريق البلوك تشين كود ديفلوبمنت. تمام. الحاجه الثانيه اللي احنا بنساعدهم فيها دي حاجه جديده واول مره تحصل، حاجه اسمها التوكن ميكانكس او التوكن ايكونومكس، ودي بتعتمد على حاجه اسمها الجيم ثيوري. تمام. ازاي انت انسنتفايز النتورك عشان ما يحصلش مثلا عليها ديفرنت اتاكس، فعلا النتورك دي تفضل شغاله. ودي كان العبقريه بتاعه البيتكوين ان هو قدم انسنتفايزد نتورك خلت الناس كلها كله بيحارب بعض عشان يكسب في حته المايننج. فطبعا عشان الستارت ابس لو انت عايز تعمل ستارت ابس في مجال البلوك تشين انت محتاج حد يساعدك ويديك خبرته في المجال ده. الحاجة الثالثة بنساعدك ازاي تجرو النتورك، لان معظم الشركات اللي في المجال ده بتبقى اوبن سورس. تمام. فاوبن سورس انت بتعتمد انك ازاي تكسب اليوزرز او تكسب الديفلوبرز ان هم يستخدموا النتورك بتاعتك. تمام. الحاجة الرابعة ان احنا بنساعدك في الاستراتيجيك بارتنرشيبس. هو في الاخر انت بنيت بلوك تشين، طيب جميل قوي، مين هيستخدمها؟ مفيش حد، مبروك. في الاخر انت ضيعت وقتك وضيعت فلوس الناس وفي الاخر ملهاش اي استخدام. طيب تعمل ايه؟ محتاج بقى استراتيجيك بارتنرشيبس. دلوقتي في الجيت كيبرز للبلوك تشين عشان ما نضحكش بس على بعض هم الجوفرمنت. تمام. فانت لازم تروح للجوفرمنت، هم اول حاجه لازم يابروف الشغل اللي انت هتعمله، والاحسن ان انت تدور على كونتراكتس مع الجوفرمنت عشان تكيك ستارت الستارت اب بتاعتك. غير كده مع احترامي الشديد اليوزرز مش محتاجين البلوك تشين، لان احنا ممكن نعيش حياتنا عادي من غير بلوك تشين مفيش اي مشكله. بس البلوك تشين بتحل مشاكل كتير قوي في الجوفرمنتس، بالذات الجوفرمنتس مثلا في حتت زي الدول الناميه. تمام. دي فعلا اكتر ناس بتبقى محتاجه بلوك تشين. فاحنا بنساعدك بقى في استراتيجيك بارتنرشيب سواء بقى مثلا مع الجوفرمنتس، مع حاجه زي يونايتد نيشن، مع ديفرنت بروجكتس. يعني مثلا نفترض ان انت محتاج اوف تشين سوليوشن ومش عايز كل حاجه تبقى على البلوك تشين، فبنروح بنوصلك مثلا بالكويتي نتورك. رامي خليل لما ادى محاضره من شويه بنوصلك ليه، وهكذا بنوصلك حوالين البورتفوليو الشركات اللي احنا استثمرنا فيها. الحاجه الخامسه ان احنا بنساعدك في الهايرنج والليجل. طب احط اعمل الشركه بتاعتي فين؟ في مصر؟ طب اعملها بره في سويسرا؟ طب اعملها في سنغافور؟ طب اعملها في كيمن؟ طب اعملها فين بالظبط؟ واخر حاجه احنا بنساعدك طبعا بالفاندز. البورتفوليو بتاعنا احنا ابتدينا نستثمر في البيتكوين ايام 2014، بعد كده الايثيريوم في 2015، بعد كده استثمرنا في سيفيك، زيرو اكس، فايل كوين وشركات تانية كتير، ومن ضمنهم طبعا ليكويديتي نتورك ورايت ميشن اللي عملوا
السبونسرشيب للايفنت بتاع النهارده. انا اكتر بروجكت بالنسبه لي يعني بيكسايت مي هو فايل كوين واي بي اف اس. للاسف الشديد ما فيش وقت ان انا اتكلم عنه، بس يعني لو في حاجه تانية بتكسايت مي بعد البيتكوين هي اي بي اف اس. فلو عندكم وقت ادخلوا اعملوا لها جوجل. بس يعني اي بي اف اس حاجه خرافيه. انا قعدت شهر ما بنامش عشان بحاول اتعلم ايه اي بي اف اس ده. Interplanetary Filing System. طيب بالنسبة للفند بتاعنا، احنا اللي تشيك سايزز من اول 100,000 لغاية نص مليون دولار. لوكيشن في سويسرلاند وشيكاغو وقريب قوي في سان فرانسيسكو. بننفست في السيد راوند، في البري اي سي او، في الاي سي او اللي هو الانيشال كوين اوفرينج. السيكتورز بلوك تشين بس. طيب شمعنا احنا يعني كل الكلام ده جميل. طيب التيم بتاعنا، الباك جراوند بتاعتي، انا عملت ستارت اب في امريكا كانت بتعمل 5 مليون دولار ريفينيو في السنه. بعد كده بعتها في 2014، الكلام ده في 2011. بعد كده بعتها في 2014 نقلت للبرايفت اكويتي. كنت عملت حاجه اسمها شيكاغو في فرانشايز جروب. كنا بن اكواير فرانشايز ريستورانتس ون ريفامبت. بعد كده بعتها ونقلت لمجال البلوك تشين. حضرت الواي سي انفستور سكول، ادفايزوري بورد على كذا شركه زي ليكويديتي نتورك ورايت مش وان يو تك سبيس. باك جراوند بتاعتي اندستريال انجينيرنج من الينوي، وكنت انفستور من 2014. عندنا عمران هو بزنس ديفلوبمنت مانجر في مايكروسوفت، وهو اللي بيليد البزنس بارتنرشيب في مايكروسوفت في سنترال يو اس. هو من نورث ويسترن في البزنس باتشلر بزنس فروم نورث ويسترن، واكتف كريبتو انفستور من 2013. عندنا الدكتور محمد الصعيدي بي اتش دي من اي بي اف ال في ديستريبيوتد ليدجر وبيج داتا اناليتكس. عمل ماستر كمبيوتر ساينس في السعوديه ومتخرج من جامعه اسكندريه واشتغل في مايكروسوفت قبل كده وفيري ساين. وبعدين عندنا راؤول جوردن، بعض من الناس تعرفه هنا. راؤول جوردن هو اللي عامل فاونديشن اسمها بريزماتيك لابس. بريزماتيك لابس بتليد في مشكله دلوقتي في الايثيريوم. مشكله الايثيريوم ان هو محتاج نحل مشكله الاسكيلابيليتي، فهو وتيم معاه تاني بيحلوا المشكله دي عن طريق حاجه اسمها التشاردنج. فالفاونديشن بتاعتهم اسمها بريزماتيك لابس. عندنا ايهاب زغلول، هو بيخلص الدكتوراه بتاعته في البرايفسي والسكيورتي بتاعت البلوك تشين في جامعه ميشيغان، وخلص الماسترز في كمبيوتر انجينيرنج في العرب اكاديمي اوف ساينس اند تكنولوجي. هو بيدرس الابلايد كريبتوغرافي وبلوك تشين سكيورتي وبرايفسي. وعندنا الدكتور محمد فوده، هو من جامعه القاهره. خلص الماسترز بتاعته وراح يدرس الكتريكال انجينيرنج، وهو دلوقتي دكتور يعني في جامعه نورث ويسترن. طيب ده بالنسبه للزي كي كابيتال والفند. دلوقتي انا هكلمكم على رايت مش. هي شركه من الشركات اللي احنا استثمرنا فيهم. هم لموا 30 مليون دولار. الكلام ده من حوالي شهرين ونص. وهم الميشن بتاعتهم ان هم يوصلوا حوالي 4 مليار شخص مش متوصل للانترنت. ده ليجل ديسكليمر لازم نحطه طبعا. طيب في حوالي 4 مليار شخص مش متوصلين للانترنت. اعتقد في كتير منكم مثلا اللي سافر سيوة، اللي سافر سينا، ما كانش فيه اكسس لا للانترنت ولا حتى التليفون. تيجي تطلع تعمل اي حاجة، اعتقد في حتت في مصر كتيرة للأسف الشديد ما عندهاش الاكسس ده. والكلام ده مش في مصر بس، لا الكلام ده في العالم. يعني احنا لو 7 مليون شخص، في 56% للاسف الشديد ما عندهمش انترنت. ليه؟ ما فيش انفراستراكشر. والشركات اللي بتزود الانترنت ما عندهاش يعني في الاخر مش هتعمل فلوس من ان هي تحط مثلا انترنت كونكشن ولا شبكه اتصالات مثلا في حتت نائيه. مع ان في 2015 يونايتد نيشن قالت يا جماعه الانترنت اكسسبيليتي ده بيزك، ده حاجه كده زي الاكل والشرب، لازم اي حد يبقى عنده اكسس للانترنت، لان 95% من المعلومات في العالم كله موجوده اونلاين. طيب المليار شخص دول موجودين فين؟
موجودين في حتت زي افريقيا، عندنا مصر، عندنا بلاد كتير قوي في افريقيا ما عندهاش اي اكسس لا للانترنت ولا حتى لشبكة الاتصالات. موجودين في بنجلاديش، موجودين في حتت كتيرة في اسيا. المكان ده موجود في جوهانسبرغ، ما عندهمش زي ما انتم شايفين. بالنسبة لشركات الاتصالات بالنسبة لهم لا، انا ايه اللي هيخليني اروح اعمل شبكة بنية تحتية في مكان زي ده. نفس الكلام مثلا لحتت كتيرة جنب القطب الشمالي، سواء بقى في كندا سواء بقى في روسيا، بالنسبة لهم انا ايه اللي يخليني اروح اعمل شبكة او بنية تحتية في المكان ده. اعتقد ناس كتيرة سمعت عن الاعصار اللي ضرب بورتوريكو. بورتوريكو دي تعتبر ولاية في امريكا، يعني مفروض يعني امريكا تعتبر هي من احسن دول العالم. للأسف الشديد لغاية الاعصار ده ضربها حوالي من سنتين مثلا فاتوا، لغاية دلوقتي عندهم مشاكل في البنية التحتية ومش قادرين يتواصلوا ببعض. تمام؟ ليه؟ للأسف الشديد الشركات اللي بتتحكم في الموضوع ده هي شركات سنترلايزد، ورقم واحد بالنسبة لها هي البروفيتس. فلو انا مش هكسب من الموضوع هوجع دماغي ليه؟ طيب لو احنا دلوقتي قدرنا نوصل 4 مليار شخص للانترنت، اللي هيحصل ان احنا في 500 مليون واحد هننتشلهم من الفقر. طبعا خط الفقر اعتقد دولار باين او كام، خط الفقر كام، خط الفقر 2 دولار في اليوم. تمام، احنا دلوقتي معظم العالم للاسف الشديد تحت خط الفقر بكتير. فلو قدرنا الناس دي كلها توصل ان هي تبقى موجوده اونلاين، في 500 مليون شخص هيطلعوا فوق خط الفقر. ليه؟ احنا عندنا دلوقتي مثلا نتكلم على يوز كيس كريدت كارد في مصر. مين بيستعمل هنا كريدت كاردز؟ طب دي نسبه قليله قوي من بقيه الناس اللي موجوده. ليه؟ طب مين كام واحد هنا معاه سمارت فون؟ كل الناس معاها سمارت فونز. هي دي الفكره، ان انت كل اللي انت محتاجه هو سمارت فون، انت مش محتاج كريدت كاردز. نفس الكلام ان انت تعمل ميش نتورك، كل اللي انت محتاجه سمارت فونز عن طريق الواي فاي وعن طريق البلوتوث. غير كده انت مش محتاج تبني انفراستراكشر عشان خاطر الناس كلها تتواصل ببعض. يعني احنا مثلا هنا دلوقتي احنا كلنا قاعدين مع بعض، ممكن نتواصل من غير فودافون، من غير تي داتا، من غير اي حد خالص. ليه؟ احنا مش محتاجين نحمل عليهم ان احنا نتواصل مع بعض. فدي فايده الميش نتورك. رايت مش الميشن بتاعتهم ان هم يحلوا المشكله دي. طيب رايت مش عندها بالظبط اندرويد وجافا لايبرري واي بي اي واس دي كي. تمام بالظبط اللي هم اللي بيحصل ان انا ببعت مسج. تمام المسج دي بتروح للاي اس بي اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، بعد كده الانترنت سيرفيس بروفايدر بيوديها للكلاود، بعد كده الكلاود بيرجعها تاني للانترنت سيرفيس بروفايدر، بعد كده بيرجعها لي. يعني حتى لو احنا كلنا موجودين في نتورك واحده، انا ببعت للراوتر وبعد كده الراوتر بيعمل الترانزاكشن دي لغايه مثلا الكلاود سيرفيس بروفايدرز زي جوجل كلاود ولا مايكروسوفت ايجر ولا امازون، بعد كده امازون بتدي للانترنت سيرفيس بروفايدرز اللي هم الناس اللي بتوصل انترنت الاساسيين، بعد كده الاساسيين دول بيدوا اللي هم التير 2 اللي هم زي فودافون وتي داتا، بعد كده يعني كل ده عشان ابعت لك رساله. طب ليه؟ ما انا ممكن على طول الميش نتورك دي انا بتوصل باسلام، بتوصل بعمر، وبنبعت رسائل لبعض من غير ما نحمل على الشبكه عن طريق استخدام البلوتوث والواي فاي. طيب عشان نوصل للموضوع ده محتاجين ثلاث حاجات، محتاجين التليفونات. تمام ودي مع كل الناس زي ما انتم شايفين. الحاجه الثانيه مش محتاجين روتينج خالص. الحاجه الثالثه مش عايزين اي انترفنشن. مشكله الميش نتوركينج ان انت تكونكت كل شويه للناس اللي حواليك، فطبعا يوزر اكسبيرينس للاسف الشديد وحشه جدا.
فهم بيحاولوا يحلوا المشكله دي، لان انت مش كل شويه هتقعد تكونكت عمرو واي فاي، احمد واي فاي، حنان واي فاي، اكيد انت مش هتعمل كده يعني. لكن لو انت جوه نتورك، هل انت مثلا لما تيجي تتكلم في التليفون وتسافر مثلا من اسكندريه للقاهره، هل كل شويه بتكونكت للسيل تاور اللي موجود؟ لا طبعا. فايه اللي بيحصل؟ هو اوتوماتيكلي انت بتكونكت، هو الفودافون مثلا بتكونكت يو، او موبينيل او اورنج يعني، بتكونكت يو دايركتلي للسيل تاورز، وبتبتدي هي اللي تعمل الراوتنج ده. فنفس الكلام مش نتورك او رايت مش بيحاولوا يحلوا المشكله دي. فبالظبط كل اللي احنا محتاجينه بلوتوث، واي فاي، واي فاي هوت سبوتس، عشان نوصل للميش نتورك دي ونقدر نكونكت بقيه العالم. طيب الناس هتستفيد ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا عندي شويه داتا، تمام، 10 جيجا بايت اوف داتا، ليه ادي كونكشن لواحد انا ما اعرفوش؟ هستفيد ايه؟ هنا بقى تيجي لعبه الكريبتو كرنسي، ان انا كل الداتا اللي انا هشيرت مع الناس هستفيد ان انا هايرن توكن، والتوكن ده هو ليميتد سبلاي، والحاجه اللي هي ليميتد سبلاي واليوتيليتي بتاعتها عاليه البرايس بتاعها هينكريز اوفر تايم. فهي دي فكره، ان مش كل حاجه البلوك تشين بتنفع فيها، بس لو في فعلا يوتيليتي قوي فيها جو فور ات، تمام. فهنا فكره ان احنا هنعمل زي انترنت جديد ما بيتحكمش فيه الانترنت سيرفيس بروفايدرز او السنترلايزد اثوريتيز، عشان نوصل ال 4 مليار شخص اللي مش متوصلين للانترنت. الشركه دي موجوده في فانكوفر في كندا، وهم دلوقتي they are hiring للبوزيشنز اللي موجوده دي. فلو حد حب يقدم قدم، وممكن تحط اسمي في الريفرنس، تمام. انا الايميل بتاعي kasstawi@zk.capital. لو انت حتى دخلت على zk.capital وبعت ايميل لانفو، الايميل ده هيوصل لي. شكرا.